السلام عليكم، معاكم مهندس محمد طارق، معيد بقسم الهندسة المعمارية. في الفيديو ده هكلمك أكتر عن إزاي هتقدر تتقدم وتتقن برنامج السكتشوب اللي هيخليك توصل إلى أسرع طريقة توضح بيها فكرة مشروعك. السكتشوب يا جماعة هيفرق معاك أوي في قسم عمارة في طريقة تفكيرك والتعامل مع أي مشروع. طب تعالوا كده مع بعض نبص ونشوف السكتشوب أصلا بيطلع إيه. أول حاجة هو بيستخدم في العمارة ككل، خارجي داخلي مطابخ المباني بحد ذاتها الكونستراكشن، التفاصيل الداخلية بتاعة الطبقات اللاندسكيب، بيستخدم في المحلات التجارية، في بعض الميكانيكال، بعض المشاريع الميكانيكال، في المشاريع الكبيرة الأربن بلانينج، خلاص تخطيطية كبيرة ممكن يتعمل منه الستوري بتاعت التصوير، الافلام يتعمل منه الديكور بتاعه ويبداوا يعملوا تصوير كده المشهد نفسه عامل ازاي، يقدروا يعملوا منه الـ يعني البرودكت نفسه ممكن يبقى شكله النهائي عامل ازاي، التوصيلات اللي جواه ممكن نشتغل فيه في الفرش، تصميم الفرش نفسه خلاص ممكن نشتغل فيه في الجرافيك ديزاين، جرافيك ديزاين زي اللي هم بيعملوا اللوجوهات والحاجات اللي هي مشابهة لهذا الكلام، الاعلانات والكلام ده كله في ناس بتستعمله في ان هو تشتغل بيه جيمز. طيب احنا نفسنا بقى عن نفسنا بنستخدمه ازاي؟ احنا بنستخدمه في الكونسبتشوال والسكيماتيك ديزاين ده بداية، يعني احنا من الاول خالص كده ممكن نبدأ نعمل كونسبت او تشكيل بشكل عام لكونسبت لمشروع بحد ذاته او كمنطقة جماعية حاجة كبيرة خلاص، ده جزء خاص بينا. ممكن نعمل حاجة فيها علاقة بالديزاين ديفلوبمنت برزنتيشن، يعني واحد بيدور على ان هو عايز يوضح فكرة معينة لحد معين خلاص، ممكن ندور منه على ان احنا نطلع صور حقيقيه رياليستيك، ممكن نوصل بيه في بعض البرامج من السكتش اب، في عندنا السكتش اب لاي اوت والبيلدر، الحاجات دي ممكن نوصل بيها ان احنا نشتغل البيلدنج اللي انتوا بتاخدوه دلوقتي او الوركينج فيما بعد، فان انت المنشأ نفسه هو 3D بس انت بتقدر تطلع منه التفاصيل الوركينج بتاعته. وكمان التطور بينا الوضع ان احنا بقينا ممكن نشتغل بيه نطلع منه الموديل ونعمل له افراد ونبدا نعمله 3D printing او نعمل منه نقطع على مكنه سي ان سي، وبرضه بنقدر نشتغل بيه بالفيرتشوال رياليتي، نقدر نطلع منه موديلز تبدا تتحرك حواليه تشوف المنشأ كله من كل الجوانب وكانك بتتحرك جواه. طيب دي بعض النماذج كده للمشاريع اللي بنستعملها او بنطلعها من السكتش اب، سواء مباني سكنيه او مباني ترفيهيه او ايا يكن خلاص. اللي على الشمال مثلا فوق دي ده المنشأ، ده المبنى قبل ما يتعمل له ريندر، اللي على اليمين ده بدأ يتعمل له اظهار ببرنامج تاني اسمه لوميون خلاص. الصورة اللي بعدها ده معمول ريندر بالفي ري خلاص، تحت ده صورة خارجة من السكتش اب نفسه تمام بالستايلز بتاعته من غير اي نوع من انواع الريندرز القوية خلاص. طيب احنا دلوقتي عايزين نبتدي ايه في البرنامج؟ نبتدي اول حاجة كده بعد ما نفتح البرنامج هتظهر لنا الشاشة دي. الشاشة دي بس هو بيرحب بيك وبيديك بعض الايه التفاصيل كده اللي انت المفروض هتبتدي من عندها. طيب هي ايه التفاصيل دي؟ اول حاجة بيقولك مثلا ان انت عندك الفايلز، نوع الفايل اللي انت عايز تنشئه هو ايه، هو عندك يا اما انت بالانش او بالميتر. طيب ايه الفرق ما بين السمبل والاركيتكتشر؟ ولا اي حاجة خالص، هي بس مجرد تمبلتس معمولة بشوية يعني الوان مختلفه كل واحد بيقدر يختارها، ولو انت عايز تعمل التمبلت الخاص بيك هنعمل محاضره تانية خاصه ان انت ازاي تكريت الايه المحاضره الخاصه بيك. طيب احنا بنشتغل عامه يا بالسنتي يا اما بالميتر. طيب احنا هنشتغل على المباني ايه العاديه. طيب هنشتغل على ايه مثلا؟ الاركيتكتشر ميتر او السامبل ميتر خلاص، ممكن ندوس عليها، واول لما بندوس عليها بيبدا ياخد نفس البرنامج وقته في ان هو يفتح. طيب بمجرد ما دخلنا كده يا جماعة وبنشوف المنظر زي ما احنا شايفين وبنلاقي شخصية زي دي كده جوه. طيب مين ده وعايز ايه وبيعمل ايه هنا؟ ده اسمه مارك خلاص. مارك ده الغرض منه ان هو انديكيتور للمبنى او انديكيتور للسكيل اللي انت شغال بيه، فأي حاجة انت هترسمها جنبه اي شكلها عامل ازاي خلاص، بمجرد ما بتبدأ ترفعها. طب انا ده قد ايه الشخصية دي ارتفاعها قد ايه؟ تقريبا 1.80 متر او 1.75 متر اللي هو مقياس الايه الشخص العادي او الايه البني ادم العادي خلاص، او مثلا اهو 1.80 متر تمام. طيب ماشي، ده بالنسبه للشخصيه اللي بتبقى موجوده معانا جوه دي خلاص. طيب البرنامج من جوه زي ما انتم شايفين هو عباره عن مساحه فاضيه كبيره، عباره ان في 3 اكسات ازرق واخضر واحمر. مين دول 3 اكسات دي؟ عباره عن ايه؟ الاحمر هو الاكس، الاخضر هو الواي،
يعني انت لما تيجي تبص كده من فوق على على الاجساد دي هتلاقي كانك بترسم رسم بياني. طيب والازرق الواي الزد، انا اسف. طيب احنا دلوقتي دخلنا جوه البرنامج وشايفين زي ما قلنا كده مساحه فاضيه كبيره. طب انا مش عارف انا هبتدي منين، ولا اعمل ايه، ولا اروح ازاي، ولا هتحرك ازاي. طيب احنا بنتحرك يا جماعه في المشروع ده او في البرنامج ده عن طريق السكرول، يعني انا زوم ان زوم اوت من خلال البكره بتاعه الماوس، بقدر اروح جوه وارجع لورا. خلاص طيب انا عايز اسلكت حاجه بالكليك عادي، كليك اللي هو شمال. عايز ان انا افتح قائمه مساعده ليا، بدوس كليك يمين بيديني بعض الاختيارات. خلاص طيب انا عايز اتحرك مش جوه والبره وادوس مش عارف اتحرك يمين وشمال. طيب دي عن طريق السكرول، عن طريق السكرول من غير ما بتدوس على الكليك بتاع السكرول بيقوم بعمل ايه الحركه دي. خلاص تمام، لو دوسنا او على الكيبورد هيبدا يفتح لنا الايه العلامه دي. خلاص طيب انا بعد ما بخلص اي حاجه في الشغل بتاعي، او ان انا عملت ايا يكن الحركه بتاعتي وعايز ابتدي اعمل اي حاجه جديده، هل هينفع بدوس كليك ما بيخرجش؟ لا، هو مش يعني مش بندوس كليك عشان يخرج، يا بندوس اسكيب يا اما بندوس سبيس اللي هي المسطره. خلاص طيب انا دلوقتي خلاص دخلت وعرفت ازاي هتحرك يمين وشمال وفوق وتحت وورا وقدام، وعرفت خلاص ان انا عندي سكيل البني ادم او الانديكيتور بتاع البني ادم، يعني حجم البني ادم قد ايه. طيب انا عايز اكريت اي شكل. خلاص مثلا في عندي هنا ايه شريط كده او بار كده موجود فيه بعض الاشكال. طيب خلينا نشرح واحد واحد ده بيعمل ايه. ده السلكت، ده يعني لو انا عايز اعمل سلكت على ده، عايز عندي اي اي حاجه موجوده عندي هنا، خلينا نقول مثلا في كذا يونت مثلا كذا حاجة مثلا اهي مثلا كده. تمام عندي مثلا سيركل مثلا اهي خلاص برضو تمام. فانا عايز اسلكت اي حاجة من الحاجات دي موجودة عندي، خلاص بشاور عليها بيبدأ يسلكت. طب انا عايز الفيس ده، لا ده الفيس ده، لا ده الشخص ده، فبقدر اتنقل ما بين السلكشن بايه عن طريق اول حاجة اللي هو السهم ده. طيب ايه دي استيكه خالص، هي الاستيكه دي بتشتغل زي كانك استيكه حقيقيه خالص، اي مجرد ما بتمسح بيبدا يمسح لك الحاجه اللي انت بتقدر تمسحها، مفيش اي مشكله خالص. تمسح جزء جزء، عايز تمسحه كله مع بعض وبتقدر تتعلم عليه كله. خلاص تمام. طيب بعد كده القلم، القلم ده عباره عن ايه؟ القلم ده لو انا عايز ارسم خط، يعني انا عايز ارسم شيب مش من الشيبس المعروفه، يعني لا مربع ولا دايره ولا متمن ولا الحاجات اللي هي ايه هو قادر يديك ليها تفاصيل. مثلا انا عايز ارسم حاجه عامله كده 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 كده، خلاص هو بيرسمه كانك ماسك قلم بايدك عادي. طيب في ايه تاني جوه القلم؟ لو دوسنا على السهم اللي جنبه ده في حاجه اسمها فري هاند. طب الفري هاند ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان انا برسم رسم حر، بدوس كليك وافضل ماشي ماشي ماشي، ما بشيلش ايدي من على الكليك غير لما اكون ايه خلصت. خلاص طيب ده بنستخدمه في ايه؟ ده ليه وقت وهنتكلم عنه بالتفصيل، وممكن نستخدمه في ايه وحاجات ايه معينة. في عندنا حاجة اسمها الاركس، الاركس دي هي مجموعة كده موجود فيها بعض الاركات او طريقة رسم الايه الاركس اللي هي جزء من الدايرة او منحنيات. طيب عندنا اول نوع من الاركات هو بيدينا ان احنا عايزين نرسم سنتر من السنتر وبداية ونهاية، فده بيرسم لي الارك من غير ما يرسم لي بقية الدايرة. طيب تاني حاجة اتنين بوينت ارك، عندنا اتنين بوينت. يعني ايه اتنين بوينت؟ يعني عندي بداية ونهاية، والارك بعد كده اقدر اتحكم فيه في كل ايه الراديوس بتاعه قد ايه. طيب ايه تاني عندنا اللي بعد كده 3 بوينت. 3 بوينت دي عندنا كأن احنا بنعمل ثلاثة مماس للايه للكيرف، عندنا نقطة ادي النقطة التانية مثلا اهي، النقطة التالتة اهي، فهو اداني الثلاث نقط اللي انا ايه قدرت ايه اعمل لهم مماسات. طيب ايه تاني عندنا الباي، ده جزء من السيركل. يعني ايه جزء من السيركل؟ يعني ممكن يبقى سيكتور كده، يعني ربع دايره تلات ارباع دايره نص دايره مثلا اهو، ده كده ربع دايره نقدر نشتغل بيه اكتر، نص دايره مثلا اهي. طيب تلات ارباع دايره زي ما احنا ايه عايزين. خلاص كلها ايه طرق للرسم الايه ال2D. طيب احنا كل ده لسه بنشتغل في الايه في ال2D. طيب بعد السيكتورز او اللي هي الاركس اللي احنا اشتغلنا عليها، في عندنا الشيبس العاديه او اللي هي الريجولر. خلاص الريجولر اللي هي ايه؟ اللي هي الاشكال المتعارف عليها، زي عندنا اول حاجه الريكتانجل، ده ريكتانجل عادي خالص. طيب ايه تاني طيب عندنا تاني حاجه اللي هي الروتيتد ريكتانجل. الروتيتد ريكتانجل ده عباره عن ريكتانجل بس بقدر ان انا اعمله كرييت
خلاص بس بزوايا، يعني هو بيقدر يديني انجل، خلاص هو مستطيل بس في زاوية ما بينه وما بين اللي احنا الخط الأولاني اللي احنا بدأنا نشتغل عليه، فأقدر أعمله بأكتر من ميل. خلاص تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا السيركل، السيركل نقدر نعمل كريت للسيركل كاملة عادي بأي مقاس احنا عايزينه. طيب أنا دلوقتي مثلا عايز ايه أرسم ايه آخر جزء مثلا عندنا ايه؟ البوليجون. البوليجون ده عبارة عن ايه؟ أشكال مضلعة بأكتر من ضلع. طيب أنا مثلا هنا دي عندي نقطة تحول، في إن أنا هبتدي عندي كتابة، عندي مدخل بقدر أدخله علشان أقدر أختار الحاجة اللي أنا عايزها. طيب ماشي، أنا دلوقتي عشان هكريت، لو أنا دوست على طول كريت فهو هيعمل لي مثلا إيه؟ مسدس. طب أنا عايز أعمل متمم، هعمله إزاي؟ هل هقدر أرسمه؟ لا، هقوم أعمل إيه؟ هكتب 8 خلاص؟ لا مش 8 كده، خلاص هندوس أول حاجة في عدد السايتس، هنبص تحت كده في الجزء اللي موجود تحت ده هتلاقي عدد السايتس 6. طب أنا عايزهم 8، هقوم أعمل إيه؟ هقوم كاتب 8 على طول ودايس إنتر. مجرد ما دوست انتر هو فعل الايه الامر وخلى عندي ايه خد اللي هو ايه ان 8 اضلاع بدل ما هو 6. طب انا عايز ارجعه 6 تاني، هقوم عامل ايه برضو قبل ما ابتدي خلاص، او لازم اتاكد بس ان مكتوب كلمه سايتس تحت. خلاص مجرد ما ايه هكتب 6 هدوس انتر، خلاص هو فعل ان هو ايه رجع مسدس تاني. اي بقى عدد من الاضلاع اقدر اعمل له ايه كرييت من هذا ايه القبيل. طيب انا دلوقتي بدات اعمل كرييت لاكتر من حاجه بكذا شكل بكذا حاجة، بس كلها مقاسات بالنسبة لي مش معروفة، هعرفها ازاي؟ هل هقعد اقيس واحدة واحدة واقعد اعملها؟ لا، بنعمل ايه بقى؟ طيب هنرجع تاني من الاول ونقول ايه من اول القلم، القلم اهو. طيب انا عايز ارسم متر، هرسم المتر ازاي؟ خلاص هرسمه ازاي؟ هبتدي بنقطة، خلاص هو تحت في نفس المكان اللي كنا بنكتب فيه او بنشوف فيه، هو بيديني مقياس في الاتجاهات او مقياس في الحركة للماوس ده ماشي فين بمسافة قد ايه. طيب هعرف الماوس ده شغال او الاتجاه بتاعي ده رايح فين وجاي منين؟ هو عن طريق الايه الانديكيتور الملونه. لو انا الخط عندي لونه احمر فانا كده ماشي في الاتجاه بتاع الايه الاكس. طب لو انا ماشي في اللون الاخضر يبقى في اتجاه الواي. طب انا في الاتجاه الايه الازرق يبقى انا كده في الزد. خلاص، وهم دول الثلاث ابعاد اللي احنا بنشتغل بيهم عشان نطلع اي ايه منشأ 3D. طب انا عايز امشي متر واحد بس، هل اقعد افضل ماشي كده لغايه اما ايه الاقي المتر؟ لا، بشكل بسيط جدا، لو انا موجود على الاكس الاحمر ده وقمت كاتب واحد ودايس انتر اصبح اللي عندي ده مقاسه متر اهو، خلاص موجود عندي ايه انه تحت اهو موجود هنا بيبان انه مقاسه ايه متر. طيب عايز امشي متر في اتجاه الواي، او ماشي برضو لغايه اما الاقي حرف اللون الاخضر باين معايا، ومجرد ما هدوس واحد انتر هي برضو هيبقى ايه مشي من المتر بتاعي. ونفس الكلام عايز اعمل مربع، هقدر اعمل كده، هقدر اوصله ببعض تلاقي ايه المربع. خلاص طيب ده بيمشي على ايه؟ ده بيمشي على اي حاجه موجوده عندنا هنا عايزين نقدر ندخل لها مقاسات. عايز اعمل دايمنشن لايه مربع مستطيل، مستطيل مثلا هو ده بيكريت مربع او مستطيل. طيب انا عايز اعمل مستطيل 5 في 3، 5 في 3 هعملهم ازاي؟ لو خدنا بالنا موجود تحت عامل ازاي هتلاقي ان هما في رقمين جنب بعض، الطول ايه والعرض. طيب هعرف منين الطول والعرض ازاي؟ خلاص لو احنا باصين كده دلوقتي انا كل ما انا بتحرك طول ما هو الارقام تحت بتتغير. طيب انا كده عامل ايه الطول كبير والعرض مفيش، الطول 2 متر، فلما الطول 2 متر فانا شايف ايه الرقم الاولاني. طيب انا عايز اعمل 5 في ايه قلنا في 3. طيب 5 في 3 هعملها ازاي؟ هكتب 5، لو احنا شايفين مكتوب 5 او رقم متر فاصله بعد كده رقم متر، احنا مش هنكتب الوحدات لان هو اوريدي متعرف ان اي رقم انا هدخله هو بايه بالمتر. طيب هعمل ايه، هقوم كاتب 5 وأقوم جاي على الفاصلة، الفاصلة اللي هي حرف الواو، هتقوم دايس فاصلة وهتقوم كاتب ايه 3 خلاص ودوس انتر. مجرد ما دوست انتر أصبح الفراغ ده 5 في 3. تمام، وده ايه كده لما احنا بنبقى عايزين ندخل حاجة بأبعاد محددة. طيب كل الأرقام كل الحاجات اللي فاتت دي هنحتاج إن احنا نجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما نبتدي ايه نطلع نكريت كذا شيب بكذا طريقة ونجمع منهم ايه كل الحاجات دي. خلاص اشوفكم المرة الجاية وفيديو كده ان شاء الله، ايه اول فيديو ده طويل شوية بس ايه المرة الجاية بعد كده هيبقى الموضوع ابسط.